مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو. نتمنى أن يلقاكم هذا الفيديو بصحة جيدة إن شاء الله. إذا كنت جزائريا لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس للتوصل بأحدث فيديوهاتنا. في هذا الفيديو بإذن الله سنتعرف عن تاريخ عيد المولد النبوي الشريف لهذه السنة 2024. المولد النبوي أو مولد الرسول صلى الله عليه وسلم هو ذكرى سنوية في يوم مولد النبي محمد بن عبد الله في 12 ربيع الأول حسب أشهر الأقوال عند أهل السنة، أو 17 ربيع الأول حسب المنظور الشيعي، حيث يحتفل به المسلمون في كل عام في بعض الدول الإسلامية، ليس باعتباره عيدا أو عبادة بل فرحة بولادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والآن سنتعرف عن تاريخ عيد المولد النبوي الشريف لهذه السنة 2024. العيد إن شاء الله سيكون بتاريخ الأحد 15 سبتمبر 2024.